إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا هذه الدورة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة بإتمام هذا الكتاب المقرر في هذه الدورة. على ما ذكر الشيخ زهير حفظه الله تعالى من أن هذه الدورة هي دورة مكثفة في الفقه، يكون فيها دروس 6 في كل يوم لمدة 4 أيام. الكتاب المقرر هو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العالم المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. تقدم معنا أننا نختار الكتب التي نصح بها العلماء، فسبب الدراسة لهذا الكتاب نصيحة العلماء أولا. الثاني، على ما قرر العلماء من أن أول ما يبدأ التوحيد، أول ما يبدأ به هو التوحيد، وبدأنا بدراسة ولله الحمد الأصول 3، ثم القواعد 4، ثم الدروس المهمة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الوسطية. الآن نريد أن ننتقل إلى الفقه. بعض العلماء رحمهم الله تعالى يرى أنه قبل أن يدرس الطالب الفقه يبدأ بأصول الفقه، فلا إشكال الآن سواء بدأنا بالفقه مباشرة أو أن بدأنا بأصول الفقه ثم الفقه، فلا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. وبعض الأمور التي تتعلق بأصول الفقه وكذا سنذكرها بإذن الله في الشرح. سبب الاختيار كذلك لهذا الكتاب منهج السالكين، نريد أن يكون لنا مدخل للفقه، لابد أن يهيئ الطالب لدراسة الفقه، يعني تعطيه شيء مختصر مجمل، ثم بعد هذا يتوسع يضبط مسائل أولا، ثم بعد هذا تأتيه المسائل المطولة. كما ولله الحمد مر معنا، بدأنا بدراسة الأصول 3 ثم قواعد 4، ثم بعد هذا توسعنا في كتاب التوحيد وفي العقيدة الواسطية. فنريد يعني بهذه الدورة أن يعرف الطالب أبواب الفقه، يعرف المسائل، يضبط الضوابط التي ذكرها العلماء في كل كتاب من كتب الفقه، وهذا بإذن الله يوصلنا إلى شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الشرح الممتع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشرح هذا الكتاب، أي الزاد، زاد المستقنع، شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. فنحن الآن ندرس هذا الكتاب منهج السالكين، وأنتم بعد الدراسة تراجعوا في شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الشرح الممتع، وهو على اسمه ممتع. نلخص الكتاب، نذكر الضوابط في كل كتاب من الكتب، وبعد هذا إن شاء الله تعالى يعني نأتي ببعض المسائل الفقهية. قبل أن نبدأ بدراسة الكتب على ما اعتدنا عليه، نحن في العادة نفهرس الكتب، لماذا؟ حتى تعرف محتوى الكتاب. الفقه الآن، ما هو الفقه؟ الفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا يا شعيب ما نفقه، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول، ولكن لا تفقهون تسبيحا. فهم، هذا في اللغة. طيب هنا في الاصطلاح، اصطلاح من؟ يتصالح علماء الفن
وأن يختاروا كلمة ويجعل لها معنى عندهم. ولذلك يقول الفقه لغة يعني عند من؟ عند أهل اللغة. واصطلاحا عند من؟ الآن نتكلم بكلام من؟ بكلام الفقهاء. إذن الفقه اصطلاحا يعني عند الفقهاء معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. من يعيد لي هذا التعريف؟ نعم. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. واحدة واحدة حتى يفهم طلاب. المعرفة كيف تكون؟ كيف تعرف المسائل؟ قال تعرف بالعلم الذي هو 100% يعني يقين، الله ربنا. نعم، هذا علم يقين 100%، أو قول راجح. قول الراجح، القول الراجح بالنسبة المئوية من 51% إلى 99%. يا أخوانا عندنا إدراك الأشياء إما أن يكون يقين يعني 100% بالنسبة المئوية، هذا أمر واضح عندنا. ما تعرفوا النسبة المئوية؟ معلوم عند الكل. فإذا كانت المعرفة 100% فهذا معناه يقين. هل تشك في وجود الله؟ في أن الله هو الخالق والرازق والمحي والموت المدبر ومنفرد بأنواع التوحيد الثلاثة؟ هذا يقين 100%. إذن هذا علم يقين، صحيح؟ نعم. طيب، الثاني القول الراجح. القول الراجح من 51% إلى 99%، هذا قول راجح. يعني مثاله، هل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ هذا يقول القول الراجح والله أعلم، الذي يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. هذا قول راجح أو يقين؟ راجح. من كم في المئة؟ 51% إلى 99%، مفهوم؟ طيب، القول الثاني المرجوح أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، هذا من 1% إلى 49%، مفهوم؟ أي نعم، هذا قول مرجوح. و50% أو 50% هذا شك، قال ما ترجح عندي شيء، لم يترجح لا هذا ولا هذا، استوى الماء والخشبة، فهذا شك. 0% جهل، قال ما أدري عن المسألة شيء، هذا إيش؟ جهل. نعم، جهل بسيط، جهل بسيط. كم في المئة؟ استغفر يا أخوان، لا أحد يكلمني إلا هذا. جهل إيش؟ إذا ما يدري جهل بسيط. لو قال لك، من قال لك أصلا أنه لابد من الوضوء في الصلاة؟ تقول هذا جهل مركب تحت الصفر، مفهوم؟ مرة أخرى، يقين 100%، قول راجح 51% 99%، قول مرجوح من 1% إلى 49%، 50-50، 50% 50% شك، 0 جهل بسيط، تحت الصفر جهل مركب. من رام العلوم بغير شيخ، من طلب العلم بغير الرجوع إلى العلماء الربانيين والدراسة عليهم، أي نعم، لابد، ما يمكن أن يكون شيخك جوجل أو شيخك واتساب، ما هي طريقة السلف. لابد أن تأتي إلى العلماء وتجالس العلماء الربانيين وتدرس عليهم. من رام العلوم بغير شيخ،
يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه فيها حتى يصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هذا توم جهل وجهل مركب. حتى قال الحمار، أكرمك الله، حمار توم هذا، قال حمار الحكيم توم، الحمار يتحدث، نعم هذا الشاعر يعني يقول: لو أنصف الدهر ما كنت أركب. لو أنصف الدهر هذا شرك أكبر، نسبة الحادث إلى الدهر، حمار والشرك أكبر وكذا أحسن من توم هذا، لأنه جهل وجهل مركب. لو أنصف الدهر ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جهل مركب. مفهوم؟ إذن الفقه يكون بالمعرفة. المعرفة تكون كم بالمئة؟ 100% يقين أو قول راجح كما هو في أغلب الأحكام من إلى 99. إذن هذه المعرفة، معرفة الأحكام الشرعية. أحكام شرعية يعني الأحكام المتلقاة من الشرع، خرج بهذا الأحكام العادية والأحكام العرفية. تقول: هذه سحب ركامية كذا، الاتجاه الرياح من الشمال إلى الجنوب، نتوقع نزول أمطار بإذن الله، يصح؟ يصح، نعم، قال بإذن الله. هذا هل هو حكم شرعي؟ نعم، الأحكام الشرعية متلقاة من الشرع. إذن هذا مبحث الفقه، الأحكام متلقاة من الشرع. العملية خرج بهذا الاعتقاد. العقيدة فقه. سبحان الله، نعم، فقه، أعظم الفقه في الدين. إخواننا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سمى كتابا له، سمى بماذا؟ الفقه الأكبر. نعم، إذن هنا الأحكام الشرعية العملية خرج بهذا الاعتقاد. بأدلتها التفصيلية خرج الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية تكون عند الأصوليين: الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي الفساد، صحيح؟ هذا عند من؟ عند الأصل. أما الفقهاء يفصلوا في المسائل، هذا الباب فيه كذا وكذا من الأبواب والمسائل والشروط والأركان والواجبات وكذا. مفهوم؟ من يفصل في المسائل؟ فقهاء. ومن يجمل؟ علماء الأصول. الله يفتح عليك، تعيد التعريف الآن مع الشرح. الفقه لغة الفهم، واصطلاحا يعني اصطلاح من؟ اصطلاح الفقهاء، معرفة بالعلم اليقين 100% أو القول الراجح. الأحكام الشرعية متلقاة من الشرع، خرج بهذا الأحكام العادية. تقول: هذا جزء منك، صح؟ تقول: الكل أكبر من الجزء، صح؟ هذا حكم شرعي؟ نعم، الحمد لله. أحكام الشرعية العملية خرج بهذا الاعتقاد، مع أن العقيدة هي الفقه الأكبر في الدين، لكن لا تسمى فقه هنا عند من؟ عند الفقهاء، وتسمى فقه عند علماء العقيدة بأدلتها. من يبحث في الأدلة التفصيلية؟ الله يفتح عليه. ومن يبحث في الأدلة الإجمالية؟ الحمد لله، هذا الفقه. مفهوم؟ طيب، أجلس، فتح الله عليك. عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية كما ذكر المؤلف رحمه الله. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية قبل هذا، من هو المكلف؟ من يعرف؟ إخواننا، من هو المكلف؟ اللي يعرف يرفع إصبعه. نعم،
البالغ العاقل فقط. اجلس. من يعرف؟ نعم. البالغ العاقل هو بالغ خلاص احسن من مميز. ما يصح. هل يصح ان نقول البالغ العاقل ونزيد المسلم؟ معنى هذا ان الكافر غير مكلف ولا يؤمر بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول. خطأ. المكلف من هو؟ البالغ العاقل. ما هي الأحكام التكليفية؟ قال خمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. طيب الآن نريد نفهرس هذا الكتاب، سهل جدا. انتبه معي، تقدم أسفل، إذا ما يفهم ينزل أسفل، وإذا يفهم اللغة العربية يبقى هنا. نعم نعم. إذا أردت أن تقسم الفقه تقريبا يعني لابد يعني يكون في تسامح قليل في التقسيم، حتى يعني احنا نريد نقرب هذا الكتاب ونقرب الفقه. نقسم الفقه الى قسمين وارتاح الحمد لله. يعني الشيخ يقول لو كانت 10 أقسام كان اشكال ايضا هنا. الفقه قسمه الى قسمين وارتاح: عبادات ومعاملات، ويلحق بها شيء المعاملات سوف ياتينا ان شاء الله تعالى. المهم تقسم الفقه إلى قسم وارتاح الحمد لله. إذن هذا الكتاب نقسمه ونفهرسه على قسمين: عبادات ومعاملات، ويلحق بالمعاملات شيء يعني من الأطعمة وكذا سوف يأتينا إن شاء الله تعالى. سهل واضح ما في إشكال. العبادات أركان الإسلام مرت معنا، أخذنا ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله محمد عبد رسوله في العقيدة. هنا نأخذ الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويبقى معنا الجهاد. هذه عبادات. غير هذا معاملات وما يلحق بها، والحمد لله. هذا الفقه مفهوم يا أخوان؟ احنا نريد تستوعب يعني ما يذكر الفقهاء في هذه المؤلفات. طيب إذن عندنا عبادات، ثم بعد هذا معاملات ويلحق بها شيء سوف يأتي بإذن الله. الآن في كل باب من هذه الأبواب نذكر مثلا في الصلاة شروط وأركان واجبات وسنن ومبطلات. نأتي للحج، شروط وأركان واجبات ومحظورات الإحرام، صحيح، ومبطلات حج كذلك. طيب فنمشي في كل باب نذكر المهم في هذا الباب حتى يضبط ويحفظ. الآن نريد أن نقرأ الكتب التي أوردها المؤلف. العلماء رحمهم الله يرتب لك العلوم. نعم، ما بقي إلا أن تسير. هذا الآن هذا الكتاب، كتاب منهج السالكين، تجد فيه كتب، والكتاب تجد فيه أبواب، باب تفتح وتدخل. مفهوم؟ يعني اعتبر أن هذا الكتاب عمارة كاملة. العمارة هذه فيها شقق، كل شقة كتاب. كم شقة عندنا؟ 16 شقة. مفهوم؟ 16. كل شقة فيها غرف، الغرف هذه أبواب. إذا صعب عليك الباب ماذا يصنع العلماء؟ إذا طال الباب ماذا يصنع؟
يضع لك فصول، يقسم الغرفة إلى ثلاث أقسام أو أربع أقسام. هذا والله كله من باب تقرير العلم إلى الطلاب، مفهوم؟ أي نعم. فأنت لابد تستوعب هذا البناء، تقول هذا البناء مكون من 16 كتاب، والكتب داخلها أبواب تأتي معنا بإذن الله تعالى. الآن نمر على الكتب التي تأتينا. بماذا يبدأ الفقهاء دائما؟ الفقهاء يبدأ بأي كتاب؟ من يعرف؟ بما، نعم يا أخي، كتاب الطهارة دائما. لماذا؟ هذا قال أشكل علي، لماذا يبدأ بكتاب الطهارة؟ لماذا لا يبدأ بكتاب الصلاة يا أخي؟ أهم من هذا، أرادوا أن تطهر الباطن أولا، العقيدة قبل كل شيء. أي نعم. فأرادوا أن يكون بهذا طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. إنما المشركون نجس. نعم، هذا أول. الثاني اللي ذكرت، الطهارة مفتاح الصلاة، وتتقدم على الصلاة لابد يقدم الطهارة، صح؟ أي نعم. طيب، إذن هذا السبب بدء بالطهارة والله أعلم، مفتاح الصلاة وتتقدم عليها، وأرادوا أهم ما يكون طهارة الباطن قبل كل شيء. يبدأ بالعقيدة الفقهاء. أي نعم، أجلس فتح الله عليك. بماذا يختم الفقهاء؟ آخر كتاب دائما ما هو؟ أو آخر باب في المؤلفات، ما أحد يعرف؟ سبحان الله، ما قرأت كتب فقهاء أبدا. إحنا ما نسأل عن الفقه، نسأل فقط عن آخر كتاب أو آخر باب في كتب الفقهاء. نعم، أوقف، فتح الله عليك. لكن المؤلف لم يختم بالعتق. نعم، يختم الفقهاء إما بالعتق أو بالإقرار، اختلف الفقهاء في هذه المسألة. منهم من يختم بالعتق، ومنهم من يختم بالإقرار. لماذا؟ تعرف؟ اللي تحب. الله يفتح عليك، يختم بالعتق تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يعتق هذا المؤلف من النار، فتح الله عليك. والإقرار تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بشهادة الإخلاص. أيهما أولى عندك؟ العتق يكون يوم القيامة، والإقرار يكون في آخر الحياة، يكون بعد قبر وبعث ونشور وثم كذا ثم الجنة. أيهما أولى؟ أي طبعا الأولى الإقرار، كما صنع المؤلف. إذن يختم العلماء إما رحمهم الله، إما من باب الإقرار كما صنع المؤلف رحمه الله وهذا أولى، أو بالعتق من النار، أراد بهذا العتق من النار، بكتاب العتق أو باب العتق. الله يفتح عليك. نعم. طيب، نمر على الأبواب الآن، نمر على الكتب، ثم بعد هذا إن شاء الله تعالى ننظر ماذا نصنع. نعم، قال: قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الطهارة. بدأ بكتاب الطهارة وتقدم معنا، أراد أن تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر، وأراد أن يرتب لك المسائل. نعم، الفقيه هنا لابد يرتب لك المسائل التي أنت بحاجة إليها. يرتب لك أولا توحيد، ثم صلاة، ثم زكاة، ثم صيام، ثم حج، ثم جهاد، ثم بيع، تبيع وتشتري. بعت واشتريت الآن، جاء المال،
ماذا تريد؟ نكاح. النكاح عشرة النساء ثم مال، وأنعم الله عليه بزوجة، يبدأ ماذا؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى. طلاق، ثم بعد الطلاق جنايات يتضارب مع أهل الزوجة وكذا، جنايات حدود عدة استبراء قضاء. بعد هذا صنع ما صنع، باع واشترى وتزوج وطلق، وحدود وجنايات وعدد واستبراء وأطعمة وأشربة. بعد هذا شرب، قال تتوب. ونختم لك بالإقرار أو بالعتق. هو يؤلف لك، يرتب لك المسائل بحسب الحاجة، مفهوم؟ هذا الذي ترى الآن. نعم. قال كتاب الصلاة، بعد الطهارة بدأ بالصلاة. سوف يأتي معنا أنه في كل باب من هذه الأبواب في العبادات، العبادة الصلاة فريضة ونافلة، الزكاة فريضة ونافلة، الصيام فريضة ونافلة، الحج فريضة ونافلة، العمرة فريضة ونافلة، وسوف يأتي بإذن الله معنا. نعم. قال كتاب الجنائز، صلاة الجنازة هي صلاة، لماذا جعلوا الجنائز كتاب؟ لأن صلاة الجنازة الأصل أن تكون مع كتاب الصلاة، لماذا أفردوا لها كتاب؟ لأن هناك تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه وما يتعلق بالمرض والوصية وغير هذا، فجعل له كتاب حتى لا تكثر عليك المسائل، فلا إشكال. نعم. كتاب الزكاة. كتاب الزكاة. نعم. كتاب الصيام، وكذلك الحج. الآن أركان الإسلام تمت ولله الحمد، يبقى معك كتاب الجهاد وتتم العبادات، ثم ينتقل للمعاملات. الشيخ بن سعد رحمه الله هذا كتاب، كتاب مختصر لم يذكر الجهاد. نعم. فانتقل مباشرة إلى القسم الثاني من الفقه على ما قسمنا، المعاملات، البيوع. الآن أتى بأركان الإسلام ولله الحمد، ماذا يصنع؟ يريد يبيع ويشتري، جاء بكتاب البيوع. نعم. كتاب المواريث الإرث. نعم. كتاب النكاح، لأنه يحتاج الآن، باع واشترى ووجد مال، يريد أن يتزوج، كيف يتزوج؟ وما هي شروط النكاح؟ وما هي الموانع في النكاح؟ محرمات في النكاح وكذا. نعم. كتاب الصداق، يدفع لها مهر. نعم. تزوج وكان لديه مال ولا بد أن يحصل شيء، هل يطلق أو لا يطلق؟ يأتي بإذن الله تعالى، ومتى يطلق ومتى لا يطلق، وكيفية يعني الأمور التي تتعلق بالطلاق. نعم. الآن طلق أو مات، أو ماتت الزوجة أو كذا، عندنا عدة، عدة المطلقة وعدة المتوفاة، صحيح؟ نعم. فذكر عدة واستبراء. استبراء سيأتي معنا أنه متى يستطيع أنه مثلا يطأ الجارية إذا كانت من السبي، لابد أن يستبري. نعم. الأطعمة، الآن باع واشترى، يحتاج إلى طعام وشراب. نعم. أطعمة وأشربة. نعم. قلنا باع واشترى وتزوج وطلق، الآن ماذا؟ جاء الشيطان ويتعدى جنايات، يعني يتعدى على غيره. نعم. كتاب بعد ما تعدى، الآن لابد يعرف أن هناك حدود. نعم. كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. القاضي الآن ينظر في القضية، جناية ودعوة وشهود وغير هذا. نعم. في هذا الكتاب ذكر
آخر باب في هذا الكتاب وهو باب الإقرار، مفهوم؟ نعم. طيب من يعيد لي هذه المسألة اللي ذكرناها؟ هذا الدرس من أول الدرس. نعم الشيخ محمد. أولا عرفنا الفقه، سبب الدراسة نصيحة العلماء، ولأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، ركنا العبادة إخلاص، ولهذا درسنا التوحيد، متابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ندرس الفقه. عرفنا الفقه لغة واصطلاحا يعني عند الفقهاء، وذكرنا ما يتعلق بإدراك الأشياء، قلنا إدراك الأشياء إما أن يكون يقين 100% أو قول راجح أو شك أو مرجوح يعني وهم. القول الراجح يسمى ظن، والقول المرجوح يسمى وهم، والجهل البسيط 0% وما تحت الصفر جهل مركب. حتى يعني يا أخوانا تفهم، وهذا يعني أمر منضبط 100% بالنسبة المئوية. نعم. طيب ثم انتقلنا إلى تقسيم الكتاب، وقلنا أن الكتاب ينقسم إلى قسمين، عبادات ومعاملات ويلحق بها شيء. العبادات ما تبقى من أركان الإسلام، درست العقيدة، حتى هنا ذكر لك العقيدة في كتاب طهارة، ذكر أركان الإسلام الخمسة. نعم. ونضيف إلى هذه الأركان الخمسة جهاد، ثم تنتقل المعاملة. وقلنا رتب لك العلوم، كتب، أبواب، فصول. نعم. طيب فتح الله عليك. سبب البدء بكتاب الطهارة، لماذا يبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة؟ من يعرف؟ سبحان الله، الآن ذكرنا إخوانا. نعم. أي نعم، أراد منك أن تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر. إذن لو قال لك قائل كتاب الطهارة على ماذا يحتوي؟ تقول كتاب الطهارة ينقسم إلى قسمين، طهارة معنوية وطهارة حسية. الحمد لله، هذا كتاب الطهارة، مفهوم؟ يلا تعيد. طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية طهارة من الشرك، لو صلى وهو مشرك شرك أكبر فصلاته باطلة، صلى وراء في صلاته فصلاته باطل. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من كتب الفقهاء، من كتاب الطهارة. أي طهارة؟ معنوية. إذن كتاب الطهارة، الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. معنوية ضد هذا الشرك أكبر وأصغر. الطهارة الحسية، الآن الطهارة الحسية تطهر ماذا؟ أخذنا في الدروس المهمة ثلاث أشياء، بدن وبقعة وثوب، صح؟ نعم. بدن وبقعة وثوب، هذه طهارة إيش؟ طهارة حسية. الطهارة الحسية إما أن تكون طهارة حدث أو طهارة خبث. كم قسم طهارة حسية الآن؟ قسمين، طهارة حدث وطهارة خبث. الحدث يا أخواننا، الحدث أخذنا في الدروس المهمة أصغر وأكبر، وطهارة خبث بدن وبقع وثوب، صح؟ بماذا تكون الطهارة حسية؟ بماذا تكون؟ بالماء وهو الأصل، وبالتراب وهو الفرع، صح؟ والماء ينقسم إلى قسمين على الصحيح على ما ذكر المؤلف، طهور ونجس. هذا كتاب الطهارة، الحمد لله أتممناه. هات كتاب الصلاة، اجلس. من يعيد لي كتاب الطهارة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قلنا الطهارة تنقسم إلى
قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية، وأهم شيء طهارة المعنوية. طيب، تتطهر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. نعم، إنما المشركون نجس. الطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين، حدث وخبث. حدث أكبر وأصغر، وخبث بدن وبقعة وثوب. بماذا تكون الطهارة؟ بالماء وهو الأصل، والتراب وهو الفرع. والماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. هذا كتاب الطهارة. إخوانا، احنا ما نريد يعني نطيل عليكم، نريد هكذا تضبط المسائل الآن واحدة واحدة. من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تدرسون. قال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. في يوم واحد تريد أن تكون فقيه؟ ما يمكن. واحدة واحدة. نعم. طيب، الباب الأول في كتاب الطهارة. فصل. نعم. فصل. وأن الصلاة لا. الآن يريد أن يبين سبب البدء بكتاب الطهارة. ذكرنا سبب البدء بكتاب الطهارة، أراد الطهارة المعنوية قبل الطهارة الحسية، وأراد أن يأتي بشروط الصلاة قبل الدخول في الصلاة. ومن شروط الصلاة الإسلام، ومن شروط الصلاة رفع الحدث الأكبر والأصغر، ومن شروط الصلاة إزالة النجاسة عن البدن والبقعة والثوب. ولهذا قدم الطهارة. مفهوم؟ نعم. باب الاستنجاء وأدابه وقضاء الحاجة. الآن قلنا عندنا طهارة حدث أكبر وأصغر، وطهارة خبث بدن وبقعة وثوب. آداب قضاء الحاجة، من يذكر لي آداب قضاء الحاجة؟ إخواننا، آداب قضاء الحاجة، ماذا تصنع عند قضاء الحاجة؟ من يقول لي؟ من يذكر لي؟ أي شيء. سبحان الله. بسم الله. أوقف. آداب قضاء الحاجة، إذا أردت دخول بيت الخلاء أو الحمام ماذا تصنع؟ تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بالتسكين، صح؟ حتى يشمل كل خبيث من الجن ومن غير الجن. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فتح الله عليك، تمام. هذا عند الدخول، وعند الخروج غفرانك. طيب، تقدم في الدخول أي رجل؟ يا أخوان، اللي يعرف يرفع إصبعه يقوم. أي رجل تقدم في دخول الخلاء؟ اليسرى. وعند الخروج اليمنى. هذا في دورات المياه التي لها أبواب، صح؟ طيب، هذا أراد قضاء الحاجة في مكان يعني ليس له أبواب، يعني في الصحراء أو في غابة أو في كذا، كيف يقدم؟ يضع خط ويقدم اليسرى ثم لا. إذن هنا ليس لديه تقديم أو تأخير، صح؟ والتقديم والتأخير الرجل عند الدخول، هنا ليس لديه دخول أصلا. طيب، إذن الدعاء وتقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. بعد هذا وجوب الاستتار من الناس، من آداب قضاء الحاجة، يجب عليه ستر العورة. طيب، إذا كان في بيت الخلاء هذا لا إشكال. طيب، إذا كان في الصحراء أو في الغابة ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يستتر بشيء عن أعين الناس. إذا لم يجد شيء ماذا يصنع؟ ما وجد شيء، ما وجد شيء، صحراء ليس فيها شجرة واحدة، يبعد حتى لا يرى أحد، صحيح؟ طيب،
متى ينزع الثياب؟ إذا كان داخل البيت، بيت الخلاء، هذا لا إشكال، لكن في الصحراء ينزع الثياب عندما يدنو من الأرض، يعني ما ينزع الثياب وهو قائم. إيه نعم، وبهذا تعرف الحضارة، الحضارة هنا والحضارة هنا. نعم. طيب، لا يستقبل، الله يفتح عليك، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وارتاح أنت، كن على هذا وارتاح. احنا أنا نريد نمشي على ما يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك ابن سعدي، ابن سعدي الشيخ بن عثيمين رحمه الله على شيء واحد تقريبا، لا تستقبل ولا تستدبر في المباني وفي غير المباني، مفهوم؟ وارتاح، امشي على هذا وارتاح، أسلم لك وأحوط وأبرأ للذمة. لا يستقبل ولا يستدبر. نعم. وغيره يبعد، يعني يقطع الوساوس. كيف يقطع الوساوس؟ أكثر ما يكون وساوس هنا في قضاء الحاجة، وأنت تعرف أن البعض يقفز وتنحنح ويمشي، إيه نعم، ويصنع يعني يمسك الذكر ويعصر وكذا، لا، هذا كله لم يرد. جاءت الشريعة بقطع كل وسواس، فماذا يصنع؟ يتحرى مكان رخو. يعني إذا كان الآن في المراحيض ما عندنا إشكال إنه ما يرتد عليه شيء في الغالب، صح؟ لكن إذا كان في الصحراء هل يأتي إلى مكان صلب؟ لا، لأنه لو جاء مكان صلب قد يرتد عليه رشاش البول. فماذا يصنع؟ يبحث مكان رخو، تراب أو كذا، ما وجد، الأرض كلها صلبة، فماذا يصنع؟ يدنو من الأرض. أي نعم. طيب، أين يبول؟ يبول الآن في هذه المراحيض التي عندنا الحمد لله. إذا ما وجد، يبول في الصحراء في كذا، بشرط أنه لا يبول في أماكن يؤذي بها الناس. انتبه، حضارة، هذه الحضارة، لقالوا لا يصح أن يتوجه إلى الجدار ويبول عند الإشارات وعند كذا، يصح؟ ما يصح، يؤذي الناس في أماكن اجتماع الناس، في تحت الأشجار المثمرة. نعم، تحت الأشجار المثمرة، في أماكن يتظلل فيها الناس، أو أماكن يأتيها الناس، لأنه في هذه الأماكن فيها شمس مثلا يتشمس فيها بعض الناس، مفهوم؟ إذا ما يمكن أن يأتي ويبول أو يأتي بشيء من الغائط في أماكن يؤذي بها الناس، حتى انتبه، حتى ولو كانوا كفار. أي نعم، مفهوم؟ هل يبول قائما؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يصح أن يبول قائما بشرطين، اختل شرط من الشرطين يمنع من البول قائما. الشرط الأول أن يأمن أنه لا يرتد عليه الرشاش، يعني يأمن من النجاسة. الثاني يأمن أن لا تنكشف العورة. تحققت الشرطين صح البول قائم، مفهوم؟ نعم. الآن حصل في عرفة زحام شديد أكرمكم الله في دورات المياه، فاتفق بعض العلماء على أن يجعلوا يعني أماكن البول قائما لكن مع ستارة، يدخل داخل الستارة لا يرى أحد. هذا الشرط الأول تحقق، بقي معنا الشرط الثاني، لأنه جعل له مكان يبول فيه والحمد لله.
من الحضارة أن تبول في سروالك، صح؟ هذا الواقع صحيح. إيه نعم يا أخي، لابد من الاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء استعمال الماء، والاستجمار استعمال المناديل، الحجارة، الأخشاب، سوف يأتي معنا إن شاء الله. لكن البعض يقول الحضارة تبول ولا تصنع شيء، هذه حضارة، هذه قذارة. نعم، استنجاء أو استجمار. استنجاء استعمال الماء، استجمار استعمال الحجارة وما يقوم مقام الحجارة كالمناديل عندنا اليوم مثلا. هل يصح أن تجمع بين الاستنجاء والاستجمار؟ نعم، لكن ليس من باب التعبد، من باب أن الآن يخفف أثر النجاسة. أولا الغائط مثلا يخفف بالمناديل، ثم بعد هذا استعمل الماء. هل يستنجي أو يستجمر بيمينه؟ لا، اليمين للأكل للشرب للمصافحة. نظام علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كل شيء حتى الخراء، حتى كيف نأتي ونصنع في البول والغائط، أدب. نعم، هذه الحضارة. طيب ما قلنا؟ استعمال اليد اليسرى ولاستعمل اليمنى. يجمع بين الماء والمناديل يصح لا إشكال، لكن ليس من باب التعبد، من باب تخفيف النجاسة. هل يصح أن يقتصر على الاستنجاء أو الاستجمار؟ نعم. هل يصح أنه يستجمر مع وجود الماء؟ نعم. كيف يعرف النقاء؟ كيف يعرف أنه لا يستعمل بعد هذا وينقطع؟ إذا رجع المنديل جاف، هذا معناه أنه انقطع الخارج، يعني ليس فيه شيء. وإذا رجع فيه أثر ماذا يصنع؟ استعمل الثاني. من السنة في الاستجمار أن يقطع على وتر، وأقل ما يستجمر به 3 أحجار 3 مناديل، أو وجد حجر كبير مثل هذا، أو قطعة خشبية، مفهوم؟ هذا يمكن أن يكون على هذا الحجر أو على هذه الخشبة 3 مسحات، مسحة هنا مثلا ومسحة هنا ومسحة هنا، صحيح؟ يصح؟ يصح ولا إشكال. إذا انقطع الأثر ب3 مسحات، إيش يصنع؟ يكتفي وما يسرف. أيضا من آداب هنا أنه الماء يسرف في استعمال الماء. وانت ترى بعض الشباب هدانا الله إياهم، يعني في الوضوء يسرف، في كذا يسرف. نعم، إذا انقطع الأثر ب2، المسحة الأولى بالمنديل ثم المسحة الثانية، يكتفي؟ لا، أقل شيء 3 مسحات. إن انقطع الحمد لله، وإن لم ينقطع يزيد الرابعة. زاد الرابعة زاد الرابع وانقطع، ماذا يصنع؟ يستحب له أن يقطع على وتر، فتح الله عليه. نعم، اجلس. غير هذا من أدب قضاء الحاجة، من يعرف؟ هل يصح أن يستجمر بالجرائد؟ ورق. هل يصح أن يستجمر بالأوراق؟ نعم، لكن عندنا أوراق محترمة، مصحف، جرائد والمجلات العربية، لأن في الغالب أن في الجريدة عبد الله بن عبد الرحمن، صحيح؟ الأكل على الجرائد يصح؟ لا يصح، لأن فيها أسماء الله. هذه العربية، أنا لا أتكلم عن غير العربية، ما أدري، الله أعلم. طيب طيب، هل يصح أن يستجمر بخبز؟ طعام الإنس، إذا كان طعام الجن العظم
أي نعم، والروث هذا لا نستجمر به، فما بالك بطعام الإنس من باب أولى، الخبز، مفهوم؟ طيب، قال طيب قال باب الآنية، باب الآنية لماذا سبحان الله؟ لعلك واهم، واهم. باب الآنية، الآنية أين تكون؟ في الأطعمة والأشربة. ما الذي أتى بها هنا في كتاب الطهارة؟ واهم، هذا واهم، يقول سقط وتقدم وتأخر، واهم. ما الذي يأتي بباب الآنية في كتاب الطهارة؟ إخواننا، ما علاقة باب الآنية بكتاب الطهارة؟ ما أحد يعرف؟ أخطأ؟ ما يخطئ؟ سبحان الله. نعم يا أخي. لأننا نضعه في الماء. الله يفتح عليك. لأن الماء جوهر سيال، لابد أن يوضع في شيء. طيب، عندنا الآنية، آنية الذهب والفضة، هذه آنية يصح الاستعمال؟ آنية الذهب والفضة لا، يحرم استعمال آنية الذهب والفضة. طيب، الثاني، الأصل في الآنية، عندنا احنا قلنا كل في كل باب نذكر مجمل أو تقسيم في هذا الباب، مجمل قول الفقهاء أو تقسيم الفقهاء رحمهم الله لهذا الباب. الآنية عندنا، الأصل في الآنية الطهارة والحل، أي إناء، إناء بلاستيكي، إناء حديد، إناء ذهب، إناء فضة، اسمع أنت الآن، هذا الأصل، يقول الأصل الطهارة والحل في كل الآنية إلا في استثناء آنية الذهب والفضة، هذا استثناء أول. الثاني عندنا آنية الكفار، يعني هذا الأخ أخذ قدر من رجل كافر، فماذا نصنع؟ هل هذا الإناء طاهر أو نجس؟ وهذا يقول قد يكون هذا وضع في خنزير، نعم، خنزير نجس أو لا؟ نجس، نعم. طيب، أو خمر، على القول بنجاسة الخمر، فماذا يصنع؟ الأصل في آنية الكفار، آنية الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أقسام آنية الكفار ثلاثة، أن نعلم طهارتها فهي طاهرة، نعلم نتيقن 100% أنها نجسة فهي نجسة، انتهينا، شككنا، وين الأصل؟ طهارة، والحمد لله، مفهوم؟ ثياب الكفار، ثياب الكفار، نعم، نتيقن طهارتها، طاهرة، نجاستها، نشك، الأصل الطهارة، مفهوم؟ الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار بعد الساعة 11:30 إن شاء الله تعالى، نبدأ بالدرس. الكتاب المقرر يا إخواننا منهج السالكين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في الكتب أنها تأتي. إخواننا، اليوم طالب العلم ليس لديها أي إشكال، لماذا؟ لأنه توفرت الأسباب، الحمد لله، لابتوب، آيباد، سامسونج، آيفون، ضغطة زر يأتي كل شيء، منهج السالكين، الشرح الممتع، والله توفرت لنا اليوم أسباب لطلب العلم، والله لم تتوفر للإمام أحمد، والله، لكن ما تجد مثل أحمد رحمه الله، إلا إن شاء الله. لماذا؟ لماذا يا شيخ محمد؟ إخلاص، جد، اجتهاد،
أحمد إمام أهل السنة، أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ماذا يصنع حتى يطلب العلم؟ نام، ما يعرف النوم الكسل. كان يعمل أحمد رحمه الله في التكك، يعني هذا الذي يربط به الإزار، يشتغل فيه حتى يطلب العلم. إذا أراد الرحلة لطلب العلم ماذا يصنع؟ يأتي للقوافل، إمام أهل السنة يعمل حمال عند القوافل، يقول أعمل معكم أحمل الأثقال وأضع وأنزل. ليش؟ حتى يطلب العلم. خرج من العراق قاصدا اليمن، يريد أن يسمع ممن؟ من الصنعاني. الصنعاني أين؟ في اليمن. الصنعاني صنعاء، مر بمكة وهو يطوف، قال له رجل كان معه، قال هذا الصنعاني، كفانا الله السفر اليمن، الحمد لله هذا الصنعاني جاء. قال عزمت ألا أسمع الحديث من الصنعاني إلا باليمن. هم يا رجل، اليوم يأتي المشايخ وتأتي الدروس وتأتي الكتب تأتي كذا، قال والله عزمت ألا أسمع شيء. صحيح. صلى الإمام أحمد بالناس، اسمع يا أخي، اسمع يا طالب العلم، إمام أحمد إمام أهل السنة، حافظ يا رجل في الحفظ، كم من أحاديث يحفظ. صلى بالناس وأخطأ، أخطأ، فعلى ما يصنع بعض الطلاب هدانا الله، خلى الذي بجانبه، قال هذا إمام أهل السنة يخطئ في الصلاة، وأنت تعرف بعد الصلاة بعض الناس مجرد ما انتهى الإمام، رأيت؟ فقال له هذا إمام أهل السنة يخطئ، فقال له، قال والله إن أحمد لم يأكل طعام منذ 3 أيام. إخواني، تظن الأئمة يلعبوا؟ ما منعهم شيء، لا فقر لا قلة كتب لا تعب في الأسفار ولا غيره، اجتهدوا ثابروا حتى نقل العلم. يأتي بعد هذا رجل لم يعرف العلم أصلا ولم يتكلم على الأئمة، عجب الله، عجب هذا، فنوا أعمارهم في هذا. لذلك قال أحد العلماء، قال الذي يتكلم في أحمد فهو زنديق. لماذا؟ لأنه أحمد؟ لا، لأن أحمد إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، والذي يطعن في أحمد قد طعن في من؟ في السنة. أي نعم، كيف من يطعن في الأئمة الأربعة؟ يطعن في شيخ الإسلام، يطعن في كذا، يطعن في كذا، حجب الله أخوانا. فالأمور سهلة، لا عذر. حتى الآن جوجل هذا عربي يعطيك عربي، تريد فرنسي يعطيك فرنسي، صحيح. حتى يقرأ الآن في برامج تقرأ لك الكتاب، صحيح والله أخي، يقرأ لك الكتاب وقراءة ما شاء الله. ممكن نستغني عن القارئ، يأتي هذا يقرأ كل شيء، حتى يصنع لك بحث، قص ولصق، كل شيء. لكن العلم على ما ذكر، من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. فأخوانا لا عذر، وإحنا مسائل قليلة ذكرناها الآن، تتذاكروا فيما بينكم تكتبوا. الدرس القادم إن شاء الله تعالى نراجع ما أخذنا ثم نبدأ بالدرس الجديد، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.